طبعا لما تتعرض العين للضوء لفترات طويلة، أول حاجة ممكن تحدث هي الجفاف. فالجفاف اللي يصير في القرنية أو في العين هذا يسبب ألم، يسبب احمرار، يسبب دموع في العين، وممكن يأثر على النظر أو يأثر على جودة النظر. يعني الطفل يشوف الصورة اللي قدامه بشكل مغبش أو غير واضح. غير عن كذا أنه الأشعة اللي تطلع أو تنبعث من الأجهزة الذكية، هذه الأشعة قد تدخل إلى داخل العين عن طريق البؤبؤ وتسبب لا سمح الله مشاكل في شبكية العين أو في مركز الإبصار. طبعا هذه الأشياء تحدث مع الزمن ومع الاستخدام المتكرر أو الاستخدام الطويل للأجهزة.